شوفي وصلت كم نهار مشيت للدوش تفني عامر من نعسي ما كانش هي ما كان والو حلمت بهادو هادشي بعد ما تصنطي فوق مشيت تصنط درت الحصه ديالي انا بعد من الحصه الخميس اللي فات انا بعد من الحصه الحصه هاديك اللي جايه بالضبط شفت هاديك العيال كانت مزوجه في واحد الدور في المنع في المنع ايوا عند طونفا ايوا كنت جات فيني باش شرعي وكنا شفتو جامع نعم الحمد لله باش شرعي جيد وانت في المنام كتشوفي راسك في المركز في المركز نعم نعم شفت هذا الشيء وانا فاق مع الفرقه فقط كتشم عامر دم حقيقة دم مكبد واللي باس فيه الدم والوسادة فيها الدم هنا هنا والوسادة كلشي كأنهم عملوا عملية جراحية حقيقة وحسيت شوية بالألم شي راه ما يتيقوش الناس دابا لو ان المنام نقولوا غير منام ولو المنام عنده تفسير ما نقولوا نعم راه فعلا باذن الله قام بالجراحه ولكن اللي غيزيد ياكد هذا هو انك فقتي في المنام وكتلقاي الدم في الفم وفي اللباس وفي الوساد لان بداتو في المخده وكلش وهي الدم ما كاينوش ليها اصلا لا نعم ما كاينوش الدم من الفم تاعك هكذا كومانديتو مع هذا السيد هذاك اللي كان نشري من عنده مسادين كومانديتو قال لي ماشي مشكل ماشي مشكل باقي ناعس اليوم اليوم رمضان قال لي ما كنتش فهمي كيهبطوا من الفيصل ديال الدم كبد جيد كبد بزاف كنشوف كتكلمي دابا شويه شويه مرة 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 دابا شويه كنشوف كتكلمي دابا دابا صافا دابا هنا كتكلم بعد ما كنعرفش اش كتقول ما عرفتش والماكله وهذيك الليله بلاتي هذيك الليله نعس مزيان تدرس الرؤيه ودرس هذه الرؤيه نعس نعس مزيان ولي فقت فقت عينيا محلولين وفرحانه وراسته ملي لقيت هذاك الشيء تحيد صافي الغد بدا كينتاقم صافي فهمت ولكن دابا هذا الجو الشرق قليل وراه دابا الشيء الجلوس تاعك هنا راه مزيان علاش ما جيتيش؟ انت البارح كنتي سير انت الخمسون سوحنا شكون البارح؟ لا لا البارح جينا والبارح درت التلج فدات ما عقلتيش عليا قلتي شكون هذا اللي كدير انا شتا هو البارح ايه قلت شكون البارح اللي شتا لا لا البارح كنا كثرت الحالات كنتي الفوق كنت الفوق جيتي عندي هضرتي معايا البارح لا لا البارح والبارح شتك البارح لا لا كانت البارح هنا مزيان كتصنتي الرقيه في البيت ياك وشنو كتاكل الاكل الماكله والو عرفتي كيدير لي داكشي عين باين بحال دابا الله كان قلت غناكل شفت واحد الحريق بحال شحال كيعض فيا هنايا في راسي في الاكل كنحبس واحد شويه كيمشي الحريق غير كنجر بلاطو هكا باش غنبغي يعاود يبدا الحريق دخل الكوزينه ثاني شده لا صافي الامور واضحه ملي كنبغي نوجد زعما شي حاجه ناكلها ناكدو عليها ان شاء الله دابا باذن الله جميع الوجبات كلشي بالاخر الفطور الفطور صافا مزيان ما الغدا والعشاء هذوك دابا ما كتصومش احسن ما كتاكل والو على اللي كي ما عنديش نصور تاكل والو صحيح دابا ما عرفتش اش خليت الحيه اللي شي مات واش كتقوم بشي دور واش كتساعد واش تقول سي المو على على حسب تقدر تقوم بالدور تقدر ما تقومش به الا شفته هو اقوى منها خاصها تقوى بالرقيه الشرعيه ضعف هو ولكن الرؤيه اللي شفتي دابا ديال هذوك بحال الجراحه والطب واللي كياكد انك شتي الدم حقا هي جيده جدا ان شاء الله شفت واحد حاجه عندي من فوق تحت ثاني شفت شويه انا نعم شوف الامور هنا العقل كيوقف هنا الامر اللي قلتيها لي راه مبشر كبير بفضل الله تعالى جميله جدا نعم وهذيك الرقيه اللي درناها فاش وقع بعد هذا الشيء وطلع هو وطلع خصك تسنتي لها بزاف ديك الرقيه ديك الرقيه خدمة ما شاء الله فيها سر لانك بعد اول مره كيطلع ومن بعدها كيبدا بفضل الله كيجيك هذا الامر في الجراح في المنام كتشوف الدم وكتخفف لك هذيك الحبه وكذا جميل راه مبشر هذيك الرقيه فيها شي الخيط اللي باش طلع شنو تسمى قبل كنت اسيستي على القبل ولا ديك ثلاث ايام اللي غتشدنا في الوطير صافي فهمت لا بصح صح
عندنا على هذا وفعلا صح قال لك واخا سير انت قرا على البقره واه عاد تقول عقل سبحان الله دابا هذيك شجر كذا كل واحد والسر ديالو كل واحد السر ديالو فكرتوني غير في يمات المهرز واش تجمد كاينش؟ واش تجمد بزاف ولا شنو؟ كون جبدت. هذه هي القصه الجايه غنستعملها واحد الاسطوبه اخر. بشويه. هو كيما قلت نخليها. ماشي مشكلة، أنا ملي قلت لي دابا هذه القضية ديال الرؤية للشيء، إن شاء الله نخدم معها بإذن الله. البارح شعل معايا واحد الشعلة، شنو قال لك؟ شو طلعت فيها؟ ما عرفتش مرفوض؟ لا جايين لا جايين وداك الشيء قلت لا 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 الجيران الجيران كاين ناس لا خليها هكذاك صافي بحال هذيك نبغيها هذيك خليها خليها جنب لا صافي اللي شي بحال هذوك ماشي مشكلة خليهم على جنب نبغيهم هذوك صافي ماشي مشكلة ولكن مازال الثلج شنو ما قالش واش جبتيش معاك الثلج كاع نهائيا وقيلا ها جبتيش معاك لا جبنا هذاك الشيء في الصلاه جبناه لا هذا السيد انا احنا معولين على العشيه باش كومونديت هذاك السيد لقيتو ناعس هذاك اللي كيجيب الثلج قال لي ما كيخدموا حتى العشيه واحد رمضان ما مصايم لا حيت حيت هو باقي ناعس في الفراش من الهضر ديالو عرفتو باقي ناعس ماشي فيق باش ما يهرش النار خاصو يبقى مع جوج ثلاثة باش دغيا يزل النار وخاصو ذوك اللي مسكين دابا كيكونوا مبليين الله يعفو عليهم عندهم مشكل صاحب حشيش وصاحب عمر كيزيد عندهم بحال في 48 ساعة وهذيك اللي كانت كومونديهم من عندهم تماك حدا اسيما في دومارس واحد الشركه لقيتها تماك سدوا في رمضان شكون اللي طالع شكون اللي طالع شكون مونيا واش طالع فيه ايوا